ولنقاش بيان هيئة علماء المسلمين حول السودان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة العلماء. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. في ظل التطورات الأخيرة في السودان، دعت الهيئة الجيش السوداني إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى خيار القوة. ما مدى إمكانية التخفيف من هذا التصعيد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا ريب أنه أي قطرة دم تسفك في أي بلد إسلامي وعربي تحز في نفوسنا، ولا شك أن أي بلد يكون فيه هنالك اضطراب ما أو عدم استقرار فهو ينعكس بالتأكيد على بقية البلاد العربية والإسلامية. لذلك من هذا المنطلق يعني جاء بياننا لمناشدة هذه القيادات هنالك في ذلك البلد للتحلي بالصبر وعدم الانجرار للفتنة وللتصعيد وجر البلاد إلى منزلق خطير. وبالتأكيد تأكيد ما دام هنالك جهات تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة وتنطلق من منطلق وطني، فإنها لا شك أنها ستلجأ إلى تغليب لغة الحوار على لغة السلاح ولغة القوة، وحينئذ يكون هنالك نوع من الاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الجميع. بالحديث عن الاستقرار دكتور، أكدت الهيئة في بيانها على أن خيار القوة فتح باب الاضطرابات وعدم الاستقرار في عدة دول. برأيكم ما هي السبل تفادي مثل هذه السيناريوهات في دول أخرى تفاديها في السودان؟ نعم بلا ريب، يعني أول قضية هو عدم الانصياع أو عدم الانخداع للمؤثرات الخارجية، ولا سيما بعض الجهات التي تسعى إلى إثارة مثل هذه الفتن وتصعيد هذا الصراع داخل البلدان. الأمر الآخر وهو كما قدمت قبل قليل، وهو تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، ولا سيما منها المصالح الحزبية أو حتى الشخصية. فهي تغلبت هذه اللغة وهذه المصلحة، فحينئذ بالتأكيد سيتحقق ما تكلمنا عنه في بياننا وما يصبو إليه الجميع بالتأكيد، وهو أنه يتعيش تلك البلاد حالة من الأمن ومن الاستقرار. من جهة أخرى، حثت الهيئة السلطات السودانية على محاسبة المسؤولين عن قتل المعتصمين. برأيكم كيف ستنعكس هذه الخطوة على المشهد المتوتر أصلا في السودان؟ نعم، أي قضية من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بالتأكيد هي مؤشر خطير على أن هنالك عدم إرادة للحل. وهذه الانتهاكات يعني بالتأكيد هي يعني انعكاساتها كبيرة جدا على حتى الذين يتسترون على هذه الانتهاكات أو ربما يتهاونون في محاسبتها، لأنه كما معلوم أن انتهاكات حقوق الإنسان هي من الجرائم الدولية تعد، وربما وهي أيضا من الجرائم التي لا تسقط في التقادم. ولذا يعني جاء بياننا في منادات هذه الأطراف ولا سيما الجهات الحكومية للقيام بواجبها لمحاسبة هؤلاء حتى لا يكون هنالك تصعيد، لأنه دائما أي بلد من البلدان الأخرى حينما رأينا أن الانتهاكات لم يتم فيها محاسبة كان هنالك بمعنى أن يوجد ضوء أخضر للتصعيد في هذه الانتهاكات ولقيام هؤلاء المجرمين بالمزيد منها. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.